لو الحكاية فيها إن فيديو نحن إزاي بلد أنا أحس أيام النبي عليه الصلاة والسلام إزاي تقدر تصرف على الحال؟ كيف تتحدث عن مين؟ كيف تتعامل مع الرسول الكريم مع مين؟ كيف تتعامل مع المرأة؟ كيف تتعامل مع المنصب؟ كيف تتعامل مع الجزء الشريف؟ كيف تتعامل مع الدستور؟ كيف تتعامل مع المرأة؟ كيف تتعامل مع الفن؟ وهي دي الطريقة اللي هم عاوزين يصنعوها. هل كل ما يحدث الآن هو ضد الحاجات اللي بتحصل؟ كل ما أنا فعلت الآن هو مخالف الشريعة؟ هل هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ولا ده ما نقرأ في السيرة النبوية العطرة؟ لكن كل الكلام ده كان موجود في مفهوم هل استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الفن زيادة في ذلك؟ هل النبي لما كان بيبني المسجد في المدينة، هل لما كان المسلمين بيبنوا المسجد ما أمرهمش النبي بالبناء؟ ما قالهمش كده اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاخر الأنصار والمهاجرة؟ وكان ده نوع من الفن يعملوه عشان يرجعوا بيهم عشان يعملوا حاجة أحسن. فيه استخدام البناء والإنشاد إن أنت تبني أحسن. هل لما كان بتسافروا من مكة للمدينة أو العكس؟ هل مش كان فيه عادي يمسك أي حاجة يبني كده ويغني هذا الحاجة ويمسك حتى يطول من فيه.